هذا سائل يقول: كثير من الناس إذا كتب أو بعض من الناس إذا كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم في ورقة فإنه يكتب بعد اسمه حرف صاد بدلا من قوله صلى الله عليه وسلم. لا لا، ما يكفي هذا، يقول صلى الله عليه وسلم ولا تكفي الصاد. بعض الناس يظن أن اسم الرسول صاد، إذا شاف مكتوب النبي ثم قال صاد يظن أن النبي اسمه صاد. نعم.